طيب جرب فريق حال احمد. انا ما نوح حلف مراد صحافة الموريتان وذاك الامور، انا حد لي يتكلم يطلع معي. تو ما قلت اني دافع عن الدولة واني مدافع عن الدولة. انا دوك طلع معي. الحجة اللي عندكم انتم اللي نافختكم. تضحون بها؟ انا ما يمدافع عن الدولة. يقال كذبكم وتفاهتكم ماني مخليه لكم. انا دو طالع لايف لين ما اضيكم اينر طالع ساعة تامة. متحلي كنت حامد بو حامد هو انسان كل نهار جايب لهم هلوم كل ليله جايب لهم مشاو هون بيك لا شراب محاضرك عندكم مساريات لو كان ما بي انه تشهير نقبل محاضرك نشرم لكم مساريات نشرم لها فيسبوك لانه ما ما ما, ما عندي اي حجه قانونيه نقدر نشرم بها المناضله اللي تعيشون بها شنو حماد السيداتي دور المناضله اللي تعيشون بها شنو تو جماعه اختلفتوا لا على السعر ما فما اختلاف انت بعد مبدا عندك مبدا بيع نفسك عندك قطعا والاختلاف خلق الله على السعر وانا ما يمدافع عن الدولة انا ما يمدافع عن الدولة فهموا يا قادر الكذيب لا يعشكم يا الناس مو خالي حامد ما يقدر يطلع حامد هو حامد اللي يقدر يفتح كارد به الناس شنو انت الشيء لاحق فيه الودا شيء انت ما تقدر تطلع وما متحدي تطلع وجهك حالا في لايف ما تقدر بيكي عندك عقد نفسيه وعندك فيسبوك تنفس فيه يا اخي نسكتوا عنك عاد عارف انك لا انا شخصيا لا شافني عارف انك ايش عندك عقده في ديك ما متناظرين ووجهك عوج وذا باقي فيك هذا ما تم تثبت سمومك في الناس انت انجازاتك شنو هم اللي عدلوك مناضل شنو هم انجازاتك في الحياه ايش الخلاقه عندك عقدة معينة تحول قست للكول ولا انسى فيك شيء وفما قست الحشيش وإذا نقول لك ما هني مشهر بك بيدي الحقيقة واللي سكت عنك تلفون واقيش كبار مسؤولين قاعد يمسيكي خلا عنك حامل سكت عنك شكيت انا اللي اخوف بك من شو انا مستون وموريتان قط فتحت فيا والله قلت عني كلمة خاصة لك يا سمشي تلفنت لك تقول لي جايك لين العاب جد من امك تعرف انك تلفنت بزر راعي بزر حي الحمد لله يرزق راعي بزر اول تلفلي ونقطع دور الاول ما يرقم الباقي منين تلفل منين يسمعوا لهم قريب وفوق هذا راعي مازالوا عندي طايح من اليدين فيك انك لقست الجزائر وشربتني ذاك ورصفت قيس امريك لا تعتبر راسك راجل انا مالي جان يا اخوتي فهموا مساله يا الناس خالك شي من الكذب الاحمر وشي من التفاهات ما يقدر يسكت عنه حماد انت راكني تقول انك مناضل حماد انت واصحابك اختلفتوا على ثمن انا سؤال بسيط حماد انت لو كانوا الناس طاوك الدو لا تقول قطاك لا تقسم لي انا ندورك نطلعوا معايا حماد راي نحانيك ونحاني معاك حامد الاثنين طلعوا معايا في لايف انا بعد نعود حشمان ما عندنا الجرأة نطلع حد يطلع معايا لايف يقلب لي بالحجه ولا راني مضايق معاكم واعتبروني قاع ما اوكي انا قاعد الدوله قاع راني انا افترضنا قاع اني الدوله ما نقد بيها انا ما نلحق من الانحطاط وانا الحق من الرلاله وحدير الدرجه وحدير البوجه اللي نعود قاعد حماد قبل كذا كذا طلعت لي يقول لي كذا وفؤاد المراجل وفؤاد كذا حماد انت مالك ممثل وحدك مرتان فيه عبد الله سعيد المقلد وفيه بونو الميده وفيه عدمان علي وفيه الناجي سيد المخرجين وفيه الناس كامله اشتغلت في المجال الفني وفيه شيخ الدشرة وفيه شفو قوس وفيه الناس كامله ذي الاهميه اللي عندك انت حماده اللي تقنع بها الراي العام انك انت كنت مخابرات قاستك اذا صار عمرك مخابرات ترك عندك سلاح دمار شامل يا اخي المخابرات من الرجال اللي عندها معلومات اللي مهمه ما شادق اخبارها انت تقعد مثلا انت الناس انا ماني محمد ماني متكلم على اساس انه غير خلق مو حق غير خلق ماني حاضر وقال متاكد انه انا عند متاكد انه قال حماده صحيح 100%
وين الاشخاص طلعوا له ونقول لك انه الواقف هذا وجماعه كامله سما. انا ما في حد مرقف شيء راني قايل لكم لايف وقاعد موريتان ونعرف ان ذا خلق ويعدلوا سياسيين بهم مثل التذاهه يقر انت حماد الاختلاف خلق على خلق على 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 خلق على المبلغ خلق على انك ما ريت انت مثلا افترضنا انتم يا الراي العام تكلم انا معاكم حماد سيداتي لو كان كان مثلا اعطاوه ذي دور لا يقعد يقول لنا موريتان فاسده هو انسان قد يبيع ضميره 500 ملوقيه انا قاعد نقعد نبيع ضمير نبيع شو مهم انا قاعد ماني كونتراكت نبيع ضميرك ماني كونتراكت باسكو في بلد لين نقول لك الاداره فاسده والاداره فاشله وهون شمل الفساد لا يعلمه الا الله هذا مشي حق وانت شنو انت مثلا انس بن مالك انت ايضا بيع ضميرك 500 ملوقيه والله من اجل المسلسل مثلا تقول لي فؤاد كذا كراوك عليك كروني باش 500 الف وقيه انا صاري نقعد ونتكلم معك تشوف انا قاعد في موريتان وهاي 2000 رقاج طالع على فيسبوك انا ما يقد مسؤول في موريتان يقول لي هاجم رقاج ما تفلت في وجهه وزاره الداخليه ما قط في حياتي دخلتها في حياتي ما هو مره واحده 2020 دي عنها عندي اجراءات ورقيين عدلهم على قاش يقر انا نختار نعرف ذي هال انت اوكي رانا فيك ساعة فيديو ونكريت عليه وكنت خايف وكنت عندك المشاكل وعندك عيالك انا اعرف انك عندك العيال نعرف انك فاصل ليفل نعرفه سبا ماني كونترو وراني كونترو حد يقدم تنازلات انا ضده فيديو العدل الطاق في امريكا تعيي فيه موريتان تشكر امريكا شنو؟ كان يعني ترامب مثلا مسوي لك فيديو العدل حالا كان يعني ترامب اللي تعيّف فيه دولتك تعيّف فيه موريتانيا أخي اشكر أمريكا لما لك معيّف موريتانيا شي هو ده اختلاف خليك بينك تهوما لا على الفضامة وشي ثاني ما بما اختلاف وخار خليك على المبلغ معناكم انتم تاك اللي تتكلموا تقولوا حمادة كذا وعدلوا وعدلوا معنى حمادة حمادة ذاك اللي كان طاول الفضاء ومشى كونتينا يعود عندكم إنسان صالح مثلا خلوكم من التناقضات العادة المجال الفني هون العباقرة في المجال الفني تعاب مجال الثقافي كامل تعبان مصورين موهوبين مخرجين موهوبين ممثلين موهوبين الناس كاملة تعابة وميتة المخرجين صار حق حق والممثلين حق حق ما هو تباهة حمادة حمادة مانك مخرج مانك سب حمادة إنجازاته الثقافية شنو في الدراما تشارك انك اسمه محمد الشيقر والله علي باريك والله عبد الرحمن سيسوقو والله ابونا والميدة والله الناجي قاعد يشير جاي يامس غير بعد عنده قاع تاريخ وكواها فني تقبل عبد الحي بابا ميني من هو انت تاريخك الفني شنو عبد الله سعيد مقلد تاريخك شنو هو الفني رايكم قابل نقبل في تاريخ 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 باب تاريخ تاريخ نالو وي انا في لايف امين تبردو ست بي مونفرير في لايف يقعدك يقول لك عيط لي وزير الداخليه والمرزوق وقال لي ما هو بالمناسبة أنا مرزوق ما أنا أصحاب لا عندي به علاقة قطعته في حياتي مرة واحدة عيط لي وقال لي كذا أنا ينعود من بيع ضمير بسين صار الناس تراسي الفيديو لك أنا الفيديو الماضي ما علقت لك عليه بيدي ما يعنيني وطلعت لك في الخاص أنا مكلمتي معاك أنا محادثاتي من الساعة لا تنعرفك عندي في واتساب أنت صو أي حد آخر أنا صار ماني أنت ولاني أي حد آخر في المجال أنا متحدي حد وخالد سيسة أون بيبليك متحدي وزير ورئيس وقفير ومسؤول وممثل ومخرج ومخرجة ونادي متحديكم كاملين حد منكم قد وخر يدسي في حياتي انت كريت 500 الف قاعدة فيديو مش فتاة شكل قزواني راعيني انا حالا انا لك النظام دعم القزواني ما يشاكلوا بي قلت انه ما بعد عدا سبة راعيني قايل لو ببيليك ما عدا سبة فات انجازاته محدودة جدا اللهم الآتي الخمسية الجاية ما بدخلك في شيء مالي ما نشكره انا راك حاني حامد بوفاي من العيوج شري لي انت حامد يعطيك الخز وانت اللي مكلمك شنو انت شوي معقد اللي المعدلك تفتح في الناس شنو زين انت 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 ما انت انت تاريخك شنو انت حامد تاريخك شنو مثلا الصفقات اللي انا طالع حانيكم
نحانيك تحم مادة تو معك حامد، نحانيكم الاثنين متحديكم يطلع عايمكم واحد، متحديكم رأيكم متحديكم يطلع عايمكم واحد، وليه تم نحانيكم هون؟ موسى بدي ما عندك ما فاجأتني. وبالمناسبة رأيكم ما يمدافع عن النظام، النظام قيتوا شعلوه كاملين، تموا لا عيبوا لي نهار، عيبوا قزواني وعيبوا ثقوا تعيبوا، ما قاعد يجي في شيء ماني أفكا عنه، قيد الصفيط ما يتم حتى عايش عليه. انت حم انت اللي تقعد تقول انا كريت ياك نعيل سيدك ماشي معاه طالب العدد، لانه ذي المطلوب منك شنو؟ ذي عندك من الكرامه، انت انسان يقعد يقعد يقول انا بعت راسي، يعطيك الوضع حد باع راسه ايش حدها؟ وانت راك تشيل في جرم عدل راك تعيل في موريتانيا شاكل انه يجاز لك يعطيك الخزو. موسى انا مشيت لك دمار حامد الحاني تطلع ونقول لك مي الوايش انت حامد لعقك مولي انا يا حرق مولي مبيع من امك قول لك انا فؤاد حرق من امك حامد فؤاد وي فؤاد شوف اعطيني توافقوا على المدن وخلوا عن المدن الثاني يوقفوا عن الشغل اعطيني توافقوا عن اللي قالوا اهل المجال ذهم عنهم عندهم يوست المشي اللي يروح له في مود شوف حاينو موسى حاين انا اسمع موسى حاين كاملين للناس كامل تشتغل في دومين لازم عندك فيديو عيب دولتو ما هو مهم لا ما هو مهم كان لقاش عند الفيديو عيب دول ما يعيب دول هي في عيب دول شنو هو يا أخي قول قزواني قد قول موريتان قول قزواني عيب قزواني عيب وزير الدفاع عيب وزير الداخلية عيب ولد جاي فؤاد اخبارك منها فؤاد ديك القابة ديك القابة اللي قطعوا التركة كاملة ماشي قطعوه وياك من عياب جاه اهلوا كل شيء قد يقولوه اهلوا كل شيء قد يعدلوه دورك انت ودوركم انتم انكم تحافظوا على المزال منهم قاعد هون ما انكم تتبالكم يا اخي موسى طالع معاك موسى انت تعرف انا تعدل في المجال تعرف انت موسى وتعرف ذاك لما يناقشوا قاعدين مشي مو مونك لما يناقشوا ما انا ادري ما يناقشوا ما يناقشوا بيدي انا انت تعدل انت ما يناقشوا يلا جايين هنا عبد السعار عمرات حافظوا عليهم انا باخذ شيء اوحل في روايه واحد وخل ما تقدر توحل في اثنين تقعد واحد بتعدل في واحد في الدقيقه واحد اخرين ما عنده معنى ما انت انا بي انا لا مهم فؤاد مالك ضابط اخلاق اي ادميه ليه قالوا لك الفوت مالك ضابط اخلاق اي ادميه خلي عنك كذب خلي عنك دقيقه كذب خلي عنك دقيقه عن الناس انا حماد انا قاعد حماد ما نعرفه انا حماد ما نعرفه انا قاعد طعني انا ما طعني قاعد طعني لو جيه وكيم واخر حماره يا لعنك يعطيك بالك الحلفه باي باي انا يردك تماشي انا دورك ولا غالي فيك تماشي والله زين انا معكم انا واخاك انا متحانك حامد وحماد تروجي لك هذا وشخصيتك لي اطلع جاي ذي اللي تقول قول لي فوجي وخليك من البريك وتكيتب انا والعدد لايف طالبكم الاثنين تطلعوا لي بتحديكم كرجال اطلع لا تقول قول لي مباشره اطلع قول لي مباشره تقول حماد جادي مثل الفن والفن ما عاد يمثلوا علي ديده ولا عاد يمثلوا سالم دندو كممثلين ولا يمثلوا بابا مين ولا بولو لميده ولا يمثلوا طغل عبد الحي ولا يمثلوا عبد الرحمن لا يمثلوا حمادة سيدات ينقذكم خلونا من الكذب يا ناس خليتوا بالكذب وإنسان قد يبيع راسه ما يتحد صالة ثم لا يتحد من بطن حد بيع راسه أنت ما لك قعدت واعترفت أنك بعت راسه 500 ألف وقية وضعك واحد قد يبيع راسه يقول أنا فنان بعت راسي ب 500 ألف وقية للدولة لن نكلمك شنو نفوت نعرف سعرك انت نفوت نعرف سعرك
اختلاف عدل نعود نعرف انك تنباع ولا ما تنباع، الاختلاف لا على الثمن. علي ديدة، انا الولد المخزين قال له علي ديدة علي ديدة ماشي زمان راي راي جاتك علي وي علوش. الو يا وني الخوت شحالك شماس بخير شماس يا قربان ايه يا صاحبي نادم لا الناس لا مرضونته ذي العيطشين ذي الرواشين محمد سيداتي قاعد في امريكا قال لك انا جيتك ساعه واحدين وقالوا ينظم يعطوني 500000 نقول مش مزين واعطوني 500000 قال قالوا فيديو المشوي خلي علي ديدة خليني انتبه لك تستقبي لك خليني محرفك تعرف فيديو تعرف قصته شنو فيديو المشوي والله ديك ساعه قال والله يمين ما والله يمين ما شفته قسما بالله علي ديدة حماده سيداتي قط بدايه مامور قزواني عيط له واحد صحفي وطاخ 500000 وقال له فيديو المشوي ذاك نعرف فيديو المشوي ايوه قال له كرب 500000 وقالوا انه لا يعطوا تمويل مسلسل وقال وزاره الثقافه لا طاوها له وعادوا يهدوه من قياس امريك انه هو فنان وانه مخرج وحياته تدمرت وانه ربي هذا وكانوا لا يعدلوا يعدلوا هو المبدا انه كان لا يكره مستعد لانه ما عدلوا ذا ندورهم يفهموا الحماده ما يمثل الفن لا ينقال انك حاسد يا اخي لا ينقال انك حاسد عادي انا نقبل اني انباع الاختلاف عادي لا على السعر ما تفهم هو المبدا فهم انا كممثل ولا كمخرج اني نقبل نعود نباع الاختلاف لا على السعر لا اسكا ساوي مليون انت لو كنت انسان مهم يعطوك 1 مليار قال تقييمك 500 مليون استغفر الله يا اخي تقول ثانيا شفت ديك الفتره ديك الساعه يقول لك كذا والقابه وخسرت الشايله وخبطوا بالمناسبه الناس الدقيقة خلت وحيده بيني انا وعلي خويا علي ديدة خلاف تافه وراح هو طالع معايا حالا وحد يقول بعد شهود انا عرفني هو بصنعته انا بصنعتي نحن كاملين ما متعارفين اليوم حامدي المولانا اعزه واخوته كنا يختين لو خل عليك حل من عيني وعندي مشروع انا ولو ديزا شي من الاقراس ما لنا متعارفين مجال منسس موسخ كنا داخل الاخر بسوء نيه بيدي يعرفوا هذا كامل انتهازيه ضرك العمل وفما نعرض ضرك بيننا محبه عالي ني نقول شموحه اقول لي كذبت بيننا احترام بيننا محبه بيننا معزه لان لاننا مآمنين بشي واحد ذا حق والله ما هو حق حق بعد حماد حق ثابت حماد لا يقنعنا على انه مناضل ضرك بيدي راسي صامد ولا طاوفه في مسلسل عاد مقاتل وفهم روايه اخرى علي ديدة سمعوا صلي اقول لكم انا ذا الراجل كحلوش قدامكم منحته السارقة وراه متخرج من أكبر معهد ومن أحسن ممثلين مثلا أنت تقدر تقبل فيديو تحجب في مرتدك السارقة تقدر عالي بيزار مال وزارة الثقافة ما عدت لك فيه وموريتان ما عدت لك فيه تقدر تقبل فيديو تحجب في موريتان وتسكر السارقة بلا مانا هو راكم عد بلا مانا الفيديو يحجب موريتان ويسكر أمريك مفيش فيديو المشوي وي واضح بس الفيديو التالي هو اللي ما شفته انا نعرف قضيه الفيديو القديم ونعرف انه في ذيك الفتره ذيك فتره مشيت انا قاهون فتره السنه الاولى في المنحه فهمت 2020 عندي انه كان والله 2021 وقمنا ذيك الساعه كاملين نصحنا انا واحد من الناس اللي طلعت له شاور خاص وتلفنت له تكلمت معه قلت له انه ذا بيصير فهمت انه ذي القضيه لانه سبقوا له واحدين اخرين راح لهن عذرك لين اذكر اسمائهم ما يتواصل فهمت لانهم كانوا دائما عندهم شعبيه وكانوا في المسرح الشعبي وعدلوا ياسر من الروايات اللي تفخر المسرح الموسيقي بنو شنو بنو بنا انا ماني ذاكر اسماء فهمت وعدلوا قدر من الاشياء الزينه للمسرح الموريتاني وكبرنا عليهم نحن ذو كاملين وصلوا لمرحله معينه عاد اللي عدلوا كامل مشي لا فهمت لاني انا اللي نجيك نشكرك بالاسم ونشكرك بكذا ياك في الاخير لاني فهمت نجبر ما عندك وقيات طلعت له هو كصاحب لي واحد من الناس وانت تعرف انه فتره القابه انا هو اللي جبته لك انت ما كنت تعرفه
فهمت ما انا كنت اتعامل معه، كنت ساعة انا مسؤول عن الكاستنج والله في الغابه وجايب الممثلين كاملين، الممثلين اغلبيه الممثلين الموجودين في الغابه كنت انا اللي جايبه، محمد كان واحد منهم. فهمت بحكم صداقتنا ذيك وبحكم معرفتنا طلعت قلت له حماده اللي عدت ما يتواصل ما رد علي، وكتبت عن الموضوع لا كانوا من كانوا من تبريء الذمه. فهمت لانه يكسى الناس كانوا يعرفوا لان انا وحماده اصحاب ولا نقريم من بعضنا. قال واحدين لاني حاسده ولاني بيه لانه هو اجبر شيء ولاني انا ما اجبر شيء. انا اللي شغال في المجال اللي 15 سنه، الله قال لي 16 سنه الحمد لله انا ما قد استفدت من تذكره سفر واحده من وزاره الثقافه الموريتانيه ياك من قد نقيس مهرجانات، وراني جوائز اغلب الجوائز اللي حاصل لي جايبهم من برا موريتانيا من خارج موريتانيا وكاملين لا مسؤوليتي الشخصيه. والله فرقتي اللي نطارفه كامل 10000 10000 نيني حصلوا لي بيه نمشي مشارك بيها ونرجع. نيني اجبرت المنحه هون وجيت وقعدت وقريت وفيت من قرايتي وجيت وصرت نقري المسرح في الامارات وحياتي كامله تمام، ما عنده اي علاقه بوزاره الثقافه الموريتانيه وما قد ساعدتني باي شيء سوشن يقرقطني لانه ما نقدر يجبرني من الناس اللي فهمت نرفضها في الافهام ولا معيقيت بعد نينط مشير من دور بيا والله شيء ولا يعطوها لي. نكتب بوست على انه ما جبرت من عندهم بيا كانوا من تبرئ الذمه، وثانيا اني عدنا مهرجان سمير فما تياها جيناهم ولا اجبرنا عنهم دعم وكتبناها كتبناها بالسياق الرسمي مو هو من تشداح وفهمت والزلقه. انا شايف انه من الروايات ما تفيد خاصه انه درجاج فنان، انا نفهم انه مثلا يقول درجاج يعدل نوع اخر من الفن فهمه موريتاني ولانه دي الطريقه اللي قد يعيش بها ويعدلها يعني فهمت حقه الشخصي. غير ماني شايف انه رقاشي قد يعود في فهمت في الصوره العامه كممثل والله كمخرج ويعود دائما شايف انه يلقي اللوم لا على الدوله يلقي اللوم لا على الوزاره، ودي دائما اقول لترك اصحابي من الفنانين اللي موجودين فيهم كل شباب اخذوا تمام روسكم شو تقفوا روسكم مشوا قراوا مشوا تعلموا موريتانيا دوت تقدر تفصل فيكم وتؤذيها تكلمكم يا قد ترجو. وعندنا ياسم الامثله على هذا المجال خرجت محمد هند الله يرحمه خرجت عبد الرحمن سيساكو ودوك واضح قاعده في موريتانيا فماتيا ويشتغلوا حياته تمام والله زاد يشيل موريتانيا ويمشي. راهو عبد الرحمن سيساكو في بداياته كان في موريتانيا ناكرته ما تقول قال انه ما تعرفه بي كان قال ما تعرفه بي كان ثم قدر من الامثله اللي ذنبتهم اللي عدلوا روسهم وصنعوا روسهم بروسهم. دونك ذو اللي دائما انصح انا به الشباب قضيه حماده صاحب اللي نبقيه فهمت نبقيه كشخص يقير الاسلوب نحن مختلفين ومدرستين مختلفين تماما مدرستين حماده من مدرسه وانا من مدرسه وما ظهر لي لان احنا اثنين مدرستنا قديش معها كلاس واحد والله 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 فصل واحد ودرك والله اللي يمكنني جاي من شهر بروفه دخلت توالي بث مباشر قلت لي ندخل نعدل الفوضى ماني شاكر والله ما نعرف موضوع كنت تتكلموا فيه شنو. المهم لك وحشات اللي ما تضيف الحاني لك لك وحشات حبيبي لك وحشات والله تحتاج لك الله يوفقك ان شاء الله والله انا كرام انا في بلدك ومشرفنا معنك وعرفك الدولة الموريتانية ما عدت لك شيء للأسف نقولها أنا علنا ولا نجي عدها الدولة الموريتانية ما عدت لك شيء يا قائد الشاب يمثلنا فنيا وثقافيا ورافع روسنا الله يوفقك ونلتقي إن شاء الله وخير عزيز تكون بيك الله يكرمك يعطيك الصحة يا وني سلامتك يا صاحبي إيش يا وني يا وانجوي وبرافو عليك التم اللي عدته يا صاحبي شغلة كرمك الله يكرمك لكن لا بدعمكم لكن لا بدعمكم أخي العزيز الله يكرمك. عموما انا قلت لكم اني طالع انحاني ذو ترك الماوم شيني اللي هو محمد سيداتي و قلت اخذ علي انا ما شوف تمام ريمي اوكي قلت لك كذا ما بياخذ ايوه اوكي انا اخذته. عموما انا طالع هون انحاني ترك الاثنين ماوم شيني اللي محمد سيداتي مع حامد قاعد امره بسيط بيلي رجاج عنده عقدة نفسية من شكله اللي تقعد عاجي منك راجل اطلع شيء لا يتحشم لي بيحشم لي بينان جوابك في لايف واني ما تطلع لك يا حامد عود عارف اني ما تلين تكلم لك اذا فسخت الباس على فيسبوك لان اعرف انك جورديجن معناك راجل ولا تلين ما تلين ابدا نعلق على موضوعك. واللي هو حمادة سيداتي انا له طالع ولو نحانيك حانيكم حامد انت الكلمه انت اللي بعد لك تسمر على الناس شنو حامد ذاك واقع له وذاك واقع له وذيك واقع له. حامد انت انسان قد يقعد شوي وعادي مو لنا خلقك شين خلقك وجهك عوج وهناك عوج وايدك عوج عادي. انا بعد هو طالع معك لايف اطلع معي انت والله حماده انتوا معهم اللي في امريكا كلكم خايفين كسحوني انا راني خلوا الدور على الزر يا قن اختينا نعرف ذا اللي معدركم التومة ذا اللي تقول شيء كذا مو حق
مو حق توف تقوم جايين له تم ورجعت في فيسبوك تقوم جايين عليكم السلال لو درهم بس السلال لو درهم عليكم لا لامس لحانكم ما هم لا يطلعوا بهم اللي ما هم رجال حتى اللي تقيتهم ما هم لا يطلعوا بهم ما هم رجال مواجهة راجعوا جواجهة ما يعود بريك أنا مريدات أنا ماني صايب مريدات أنت تكيت وأنا كيت أنا نعرف وياي بسيطة كيف كنت موريتان نكركس عليكم باقي من حالة أنا حماد قط بكتب ليش على فيسبوك قام يعيب لأنه جاورت مع وزارة الثقافة وباطرقب وهرب قلت له هاي لا سلمت عليه عادي وعاد اكتب لي تقاني قاعد في قاعد رأيته كذا كذا أنا دكتور موريتان نبطك بقدامي حالا لا تردح في كلامك ما هو شيء ثاني وحامد لو كنت هون موريتان بعد تسميني بيقطع معك بتكسع لا سميتني بالجوغة طلعت لك شيء تلود لك طيب التليفونك دفعت قص بزر هي دارت تلفنت له عاد بزر التليفون لي انا يقول لي اذا اخوي اقرب مني كذا كذا لو كنت كذا ضربته من بطك نيسا قام وجاك ما هو شيء ثاني لو كنت انا مرتان قيسك تم بطك نيسا قام هناك ويسا قام خناف لك عوج يلا عن جد بباك شيء من خلق معقد هون بالك فيسبوك حماد انت بايع ضميرك ب 500 الف وقيه ولا تقنع انك مناخ قابك محمد بابانا صاحب فقير يا صاحب للشيخ يقول لك كذا قاعد عدل الفيديو تعيه في مرتان تقول مرتان واقع على واقع على امريكا زين يلعنك انت امريكا زين تو ماكو شيء يعطيكم الخزو ما يا ابو اشكر امريكا خرب عيب مرتان ليش عيب قزواني والله عيب ولد جاي والله عيب المرزوق والله عيب الحويذي والله عيب مرتان مرتان اخبارك منها عيب كلمه مرتان إيه دعنا كنت يلعن معاك أمريك بالمناسبة أنا أمس قايل أنا ما ندافع عنه النظام دافع عن موريتان كلمة موريتان عن شعب موريتان عن اسم موريتان وأكثر حد يضايقون موريتان أنا حامد قاعد كل حد يفتح فيه فلان واقع له وفلان واقع له وفلان يطبل أنت تقعد مع إنسان ما عنده من الشخصية قد يظهر على ذا يصمد فمه أنت شاكلك السملة تبخ في الناس وعيبها وعيب في عرضها وكرامتها وعرضها شاكلنا انك تداوي به مرضك تنك شوين حامد انت شوين حامد انت شوين وجهك عوج وخناف لك عوج وخناف لك عوج وانك عوج وايدك عوج عادي لا خلقت مولانا يلا عناك ويلا عن شكلك المهم انا طلعت راني لساعة حانيهم ما طلعوا انا راجل قاين وراجل بالمناسبة اي وقت تدوينات ما يمدون به ما ينصايب له حد منكم عنده اي شيء قد يكسحني به والله قد يواجهني به لا شكلا ولا مضمونا ولا اخلاقا ولا تروجيلا يطلع معي لايف فس فس خلي الناس تسمع الحق انا محفوظ حامد الحافظ والله يدعي ينصن حانيك مش الدمان درسل خود مش الدمان درسل حافظ حافظ مش الدمان درسل جاوبني خليك لي حافظ خليك ينحانيك قلت لي دقيقة شوي يطلعوا متحدي ما يطلعوا شو من النعاج كله يبوا يكره هذا وكذا انا لو كنت هون موريتان اقسم بالله انت واحد نكردك تم نكجي بي بوبوك انت عرف انك ذيب يلعنا لكنهم هارب امريكا عاد واحد لا واحد من الرجال يبقي يسميك والله يقول لك شيخ خاسر انا كردو يدفع قيس امريكا يقول لك انا في امريكا ابو فضل ما فيك احنا بقى رأينا هون تكركرنا تمين اذا مقاتلين عقب نوقفنا ولا قلت نافق الحضارين يقول لك ما انا علن والمسؤولين كاملين هم موريتان انا ما في حد مقرر لي شيء ولا في حد راكبني شيء يا غير موريتان موريتانيين كاملين ولا يحد منا عن حد عيني شوي حافظ نكتب كان تطلع لي
الحافظ خليك دي ما اطلع لي طول عمرك خليني اشوف عين ود مش نكتب انا اسمك مش تقدر ما طول عمرك شو خليني اشوف خليني اشوف الديماندات كانت تطلع لي ما عرفت مشيت وخليك دي حافظ مشي مره اخرى حافظ مشي مره اخرى خليك دي ضغط الله يخليك قل لي موريتانيا عادوا معدينا هنا ملطشة وكلهم يفتح فيها حنشوف حنشوف الخوت الحافظ ما فاجاني خليك دي ساعة خلاص ما فاجاني وخلاص لكن بدي تحت لا اطلع على ريتك شو يا محمد الحافظ انا اقول لك صعب لي لو انا لو محمد الحافظ صعب لي قد علي يا محمد الحافظ وقت كذي يعني شو محمد الحافظ محمد الحافظ محمد الحافظ صاحبي ما بيجيني يجي عبر ما بيطلع خلاص هالشيء يبغى مشي لك بعيدة ما عندك عند الحافظ عند الحافظ عند الحافظ عند الحافظ تلقى علامتك زرقاء شيء يا تتعود محمد الحافظ محمد الحافظ محمد الحافظ ما أنا طالع نهائيا غلبتني يا أخي فاضل الحافظ شوف ليه تفتحت الايفون تخلينا معاك حماده ما يقدر يجي هو حامد ما فحني ما حد يقدر يجي عموما لو وادي سو راني حانيتهم ولا اطلع منهم حد وادي سو نقول لحماده سيداتي ومعاه هذا الزريط الاخر مزن هون ارجع نقول لكم انا ماني مدافع عن النظام ولاني افكى عنه يا قال اي حد من المجال اني طلعت له وحنا في الكليب انت بعت ضميرك وبعت دريشتك 500 الف فوقيه معناك اضمد الشيء بفهمك خليك من الفيافي والبطوله اللي ما عندك الشيء هذا ما قرب يوجدك الخوت واللي هو حامد الثاني الثاني يقعد شوين وفمه كي مؤخر خنافة عجو وذنه عوجة وعاجي سب ما ينهاية العالم وش هو نفسه شوين وقبيح يقال ما ينهاية العالم النظام بينكم معاه
يقال كلمة موريتان حد ما يقعد يقول أنت يبغى فيت لي عي موريتان. أنت فيديو ذاك اللي عيد فيه موريتان يعني فيديو مشوي والله شاكل ترامب يعطيك 200 دولار والله إنه يجيب لك تواقع يعطيك الفضاحة يعطيكم الوضع الاثنين المريم زاد تحجلي